هي خرج عاوتاني من المحكمة. خرج من المحكمة وانا كنشوف. وما فهمتي واش شكون دار لك هادشي فيه؟ هادي داروا لي خالو من ورا اللايف اللي درت معاكم. من مور اللايف؟ من مور اللايف جات لك قالية. علاش تلقى لي؟ جات تلقى لي. علاش ليه؟ سيف ولا باش؟ ضرب من شي حديدة شي حدا في ايدو. شي حديدة؟ طالع الصف ما عرفتش شنو الحل شي حاجة في ايدو مشدودة. ضرب لي بها الصبع. هو لي فالع الصف. راه خطيرة خويا بزاف هادشي. فهمتي؟ هو لي فالع الصف. هادشي راه خطيرة جدا. غنحنا في الدار معاه. باش دير لي تبادل ديال البرجة. وتولي هابط انت وياه. راه المشكل. راه حتى راه زوجك. هاكا خويا السلام عليكم. عاود لي شنو وقع خويا من مور اللايف. فاش مشيتي لعند الدائره وفاش مشيتي للمحكمه عاود لي شنو وقع خويا. بسم الله على بركه الله. السلام عليكم خوش. خوش ديك النهار درت مع هاد الناس درت معاهم لايف على قبل التهديد على قبل هذوك اللي كانوا تبعوني. الله يجازيهم بخير هاد الناس اللي شفت تيفي وقفوا معايا هذاك النهار. عيطوا لي الامن وهادي وقفوا معايا الامن هذاك النهار قالوا صافا سير ما وقع لك حتى شي حاجه. مشيت انا لدارنا كنجمع في حويجي. جاج حويجي باش نخرج للدار باش نخرج نمشي من الدار. جا عندي واحد السيد من البيكوب هزيت ساك وفوطة دير فيها الحوايج بحال الرزمة حطيتها في كوسال قدام حيت البيكوب فيها كوسال قدام وبيت واحد هادشي لوح اللور لحت اللور ما لحت اللور طلع الطوموبيل طلع الطوموبيل جي كنتفاجئ كيقول لي واحد رعز دين كيقول سيري كسيري 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 ما فهمتش اش كسيري حنا ما فاهمين والو حيت ما كاين حتى شي حاجة هاديك الساعة ما فقط فاهمين والو كسيري كسيري ما فاهمينش علاش ملي تحل الباب جر كجرني هو ملي خرجنا هذا هذا نور الدين هذا خالو خالو داك اللي كنت مديكلاري بيه خالو داك اللي كنت مديكلاري بيه بزناز واللي ضاربني راسي اللي كان ضاربني خالو خالو اجت يا الضحيه يا البرقاق يا هادي يا ولد الفاعله يا هادي انا ما هادي فاش بقيت كنتنطر معاه هو يضربني مش العبانه قلت له والي هذا الصباع اما هرادي واش اما عندي باش ما نكونش ندير بانكا فهمتي كل شيء ضرب لي الايد هنايا فين هي ها هي صبعي في الصباع الصغير ضرب لي الصباع الصغير صافي مشيت في ديك الساعه كنجري درت شكايه في العشرين العشرين كان بيرمانوس النسيم عمرو لي محضر مشيت الناسي بالليل من ورا اللايف كنقول لك هادشي مع شي وحده الليل من ورا اللايف ملي مشيت انا قلت خلص تبرد ونعيط فهمتي ونمشي ملي ركبت كيفاش ضربني ديك الحديده صافي واحد في السبعي واش نقول صافي غنمشي الدرك يقول لي صافي عشتك قلت له والو غنمشي غنديكلاري بهذا هذا هو غنديكلاري بهذا خالو الصغير ملي مشيت مشيت للدائره بقيت دو ناسيون بيرمانوس لا جازم بخير عمروني بحضر بالاولاني اللي كان تشدد عليا باش هربت وجيت عندكم درت معايا اللايف و وبالتالي اللي ضربني لا دارهم في شكايه وحده بان الكبير شنق عليا وهددني وهادي بالكبير بانه وقف عليا وهددني وهادي والثاني بانه ضربني وهددني اللي ضرب في الشكايه قالوا لي استجيب سيرتيفيكا ميديكال هادشي راه نصب ياك البارح الحد ما كاينش طبيب اللي غيعطيك سيرتيفيكا ميديكال قلت صافي تنعطيني غنجيب سيرتيفيكا ميديكال خديت لا باغي خديت سيرتيفيكا انا سيرتيفيكا باش ناخذها اليوم سيرتيفيكا انا غناخذها اليوم بالليل البارح كيعيط عليا الضابط ديال 20 المعمر انا محضر بهذاك اللي شاكي بي انايا هو خويا شاكي بهم بجوج كيعيط عليا قال لي سير غدا راه عندك تقدير معاهم في المحكمه بلا ورقه بلا جوج ما عندك ورقه ديال الارسال انا ما فاهمش ما عاشر غير انا اصلا ورقه الارسال ما كنتش فاهم هذه الورقه ديال الارسال ما فاهمهاش وما عارفهاش انا يا اصلا ما عرفتش عبرتش عمرني ديكلاريت باش نكمل نكذبش عمرني ديكلاريت هز راسك سير المحكمه قال لي سير المحكمه صافي فقش مع الصباح وهاد التليفون ابيل ديالو هي باقا عندي ابيل باقا مسجله ابيل الو معاك ضابط فلان فلاني سير غدا المحكمه راه عندك تقديم مع الاخرين مع الاخر قلت لي صافي ماشي مشكل هذا ضابط في العشرين بالليل درت واحد الفيديو لحشو في فيسبوك ديالي قلت لهم الناس انا داك السيد راه قلت لهم دير لي تنازل ولكن باش ديروا التزام ابعد مني راه باقي الفيديو راه كلشي دخل الباج ديالي وشوف يعني انت بغيتي غير الثقه هالثقه بدات لهم يدير لهم تنازل وديروا معايا التزام ابعدوا مني ماشي التزام بطلت شي حاجه ما حملوا المسؤوليه غير هما ما يوصلونيش فهمتي قالوا لي غندير معاك حاشاك ماشي فهمتي المهم نكمل لك بعدا ملي تضرب صبعي
جا لحق عليا الدار. شكون اللي حق عليك؟ خويا وهذا اللي ضربني صبعي. جاو عندي الدار دارة السيد، جاو عندي دارة السيد باغي يطلبوا المسامحة. فهمتي؟ أنا اش قلت لهم؟ قلت لهم هانتوما ندير لكم تنازل ولا الراس الحين أول شيء تسجيل هذا الشيء. أنا بغيت تسجيل صوتي تلقوا لهم. تلقوا تسجيل صوتي كان ممكن تلقوا. لا بغيتي. جا دخل قلت لهم شوفوا أنا غندير لكم تنازل. قلت لك راه بالشرط. دور معايا التزام. انت وخوك الكبير بانكم عمركم تهضروا معايا ولا توصلوا يبعدوا منك عقاب التاه. قال لي غندور معاك حاشاك حالك. شويه ولا يقول لي خويا اش لا بطه داك الحبس وانت انا غادي نهبط معاه الحبس. هذا خويا خوك هذا خويا اللي دم الوحم ولا يقول لي اش لا بطه داك الحبس وانت انا غنهبط معاه الحبس. شكون هو اللي غيهبط هذاك اللي ضاربني اللي دير بيسير شافيك وضاربني البزناس نجبد اللقب ديالو والاسم ديالو ياك. المهم قال لي راه انا غنهبط معاه الحبس. قلت له دبر راسك دير اللي بغيتي. نقز هذاك اللي ضربني صبعي هو يقول لي شي انا ما كنقرا ما كنخدم ما كندير والو شي دابا هادو غنمشي للحبس انا غادي نمشي معاهم وديك الساعه غتشوف معاهم وجه الاخر شي حاجه اكثر ما كاينش. سمعتك الاوديوات اخويا سمعتي انت بودنك واش كدير في هذا الشيء داك يهدد فيا وهذاك ما درتش معايا في الساعه صافي جرب من الدار قال لي صافي سير بحالاتك هبطوا حدود الشمعه 5 الصباح مشيتي للمحكمه. المهم غاد لي اليوم البارح مع الصباح مشيتي باش غناخذ سيفيكا ما كاين والو كلا سيفيكا لا والو حنا الحد بالليل مع 12 الليل عيط لي كسون بريفي جاوبت الو قال لي معاك الضابط فلان قلت له عام الاستاذ اش كاين قال لي غدا راه عندك تقديم قلت له معاهم قال لي مع الاخرين سير غدا المحكمة. قلت له صافي الله يرحمك الوالدين الله يجازيك بخير هادي صافي. شفت راسي الصباح مشيت للمحكمة عزيت ورقاتي 48 ساعة هو 48 ساعة هو مشدود هو ديك الساعة حقاش من هادو صاحبكم الله يفوتشد هذاك النهار هادو صاحبكم الله يفوتشد اليوم تقدم ملي تقدم اليوم قبل ما ندخل بعدا ملي بغيت ندخل قلت شفت راه انا ضحية وهادي راه قيف لي ورقات الارسال فاش من ورقة؟ قلت لها راه عيط لي تشوف قدام المحكمة قلت لي احسن من 10 ورقات اسراء انا عمري ديكلاريش عمري ديكلاريش هو المشكل فهمتي؟ قال لي فين ورقة الورقة باش غتجي؟ قلت لها انا ما عاطيني شي ورقة ما عرفتش ورقة انا الضابط ما عيط لي بالليل بقى كيقول لي سير من الساعة ورجع سير من الساعة ورجع سير هذه ورجع سير ورجع ما بقاش غادي نجري عليه حتى واحد اللحظة دخلوني ما بقاش جالس بحال الكرسي من شي 11 الصباح وانا جالس حتى شي من 11 الصباح وانا جالس حتى الربعه ونص ديال العشيه لا ماكله لا شراب من فطرت الصباح هاد اللحظه جالس كتسنى زعما باش عاد هو كان متواجد انا وياه عند الوكيل فهمتي انا سويت واحد البوليسي قلت له واش كاين اخلي بنادم داوى اخلي قلت له واش كاين واحد السيد مسمى فلان فلان واش كاين لداخل حقاش كانوا قالوا لي غنعمروا لي ما حدا مر له جيناش في العشرين كصحاب انا فهمت اللي كون جيناش عمرك اللي كون جيناش زعما مشى للجيناش ولا مقانا في الابتدائيه دخل هو سميه لقى قال لي راه كاين واش غتسمح ليه قلت له لا ما باغيش نسمح قال لي صافي بقى مريح صافي بقاش مريح ضربت الربعه ونص طبعا خمسه قاش العايبه كيبان السيد خارج من قدامي من قدام المحكمه خارج وانا دير به شكاية وتصاور وفيديو بالسيوف وبالجناوة وبشهادة طبية وبالسيوف بالفيديو ديالو بالشهرة بكل شيء عطيو معاهم مدافعين في هذاك الدوسي. هادشي دفعتيه عند 20 عند 20 دفعتو ليهم. هو كان تشد على جوان. هو كان تشد على جوان ومنش مشدوه تبعتو انايا قاتل بيرمانوس. ملي قاتل بيرمانوس عطيو روندا ما غاديش تعرف داك الشيء راه باين قالو صافي راه عنده بلان هبطوه. واش هبطوه غير بهذاك الجوان؟ الله يعلم واش هبطو على قبلي انا الله يعلم مولاي عيط عليا الضابط قال لي عندك تقديم مشيت قلت بقاش كنتسنى خرج من حدايا وانا نمشي نجري عند واحد البوليسي هذاك اللي قلت لي سول ليا على السميه في الفلي واش كاين قلت له هو اللي قلت لك ديكلاري بيه هذا هو رجعوه من الباب ويقول لي قال لي هو دابا خرج دابا غير شادينو هو راه عنده هو وكتب لي هنايا قال لي هاي راه السيد عاديك هاي السيد عايش السميه ديالو شتي هاي كتبها لي بالمحكمه
فهمتي اي لاداج يمشي عندنا محكام باغي نقول السميه هاي هو لاداج كتبوا لي هنا عندكم زعما الجلسه قلت هو ضاربني ودافع السيديات انايا ديال التهديد وديال السيوفه ودي الجناوه اللي هزنا عليا وغيخرج دابا قال راه تيقول الوكيل دخلنا عند الوكيل قال الوكيل مشى دابا اسمع خرجت برا وانا نتلاقى معاه ويقول لي صورتي دابا قال لي غتشوف صورتي قلت له احنا غنشوفو انا شوفو غنصور باقي مازال المخزن ويقول لي مازال ما شتي معايا والو دابا هي باش تصلت غنقول تصلت بك انت قلت لي سيدي دير شكايه عند وكيل الملك ياك ملي دخلت عند باش ندير شكايه عند وكيل الملك قالوا لي راه من 9 الصباح لوحده النهار كيساليو الشكايات ضري راسي ما فهمتش والو السيد خارج انا بغيت السحم واش يتدخل والامن الوطني يتدخل بانوا تقول لنا غادي يوليو قاتليني ولا غادي يديروا كلهم كيتهدوا عليا كلهم كيتهدوا عليا تهدد عليا تهدد عليا قدام المحكمه وانت كل ما كتقش غرس لي صبعي قال لي مشي معايا والو غادي شي حاجه كشار دابا قال لي هادشي واش بالفيديو واش ضربني السبع الصغار ضربني في راسي هاي كان ضربني نضج كتبرا راه مضروب بها 5 ايام دابا باش كنت مضروب واش قلت لك قلت لهم باش نديكلاري بهم غير كن باش يخافوا منهم باش نديكلاري بهم ولكن من صبر صبر شي باش ديكلاريش هذاك النهار قالوا عليا كل نهار السيفة دابا انا خايف على راسي بحال هذاك النهار ولا عارفين الدار اللي مريح فيها شحال من حاجة قلت لك الدار دابا كرت مريح في فرح السلام مابقاش غادي نمشي نريح فيها دابا دابا اي حاجه طرات وقعت لي دابا اي حاجه طرات تحملوا هما المسؤوليه دابا حقاش هدوني وعندي فيديو ديال التهديد ديالهم وعندي اودو ديال خالو الصغير كيهدد فيا قال لي ما كنقرر ما كنخدم ما يدير والو جالس في الدار قال لي الساعه غادي معاك شي حاجه اللي ما كايناش انا غنوريك انا الساعه حاد شي فحله وكنسجل وكاين التسجيل ديالو وكاين التسجيل ديالو وكاين التسجيل ديال خوه بانه كيقر بانه هو خالو شاد في ولد خشو كيبزنس خالو شاد في ولد خشو كيبزنس قال لي خلي بزنس ماكش السوق قلت لي بزنس حدا دارنا قال لي دار جلس فين ما بغا قلت لي بزنس حدا دارنا دبر راسو مشي فين ما بغا وبزنس دابا انت خايف على راسك انا خايف على راسي شنو كطلب اخويا انا كطلب مثل الحموشي والامن يجيو يدخلوا شوفوا معايا شي حل ويمشيو يعطيو بعد هذا الارسال باش نشوفوا حيت باقي واحد الاخ ديالي تا هو اللي معاه مشدود دابا حيت ملي البارح اللي شاف الفيديو قال لي غنقدم راسي ملي غادي يهبط هذاك انا غنقدم راسي دابا ومشى دابا قدم راسو هو في العشرين قدم راسو مشدود بغيت نعرف انا علاش قدم راسو شنو هو عنده باش مشى عندهم باش راه كان على المحضر نفس عطاوني ورقه ارسال باش يخدم المحكمه نتابعو نتابع خوه نتابع خوه تا هو باغي نتابعو خوه خويا ود مبا غنتابعو حقاش تعدى عليا السيوفه وبالجناوه تجي مني ولا غتجي من عباد الله من خاصو يجي هما اللي ضربتهم نفس على بعضياتهم جايين كيطاولوا فيا يقولوا لك في العصا وانت خويا معاهم انت خويا كتهددني باش مي زعما فهمتي باش انا ما نديكلاريش باش قديما امي خايفه على خويا واش فهمتي دابا الفيلم باش انا ما نديكلاريش خويا ولكن دابا غنراح على امي لا با حتى شي واحد انا داك الدري تعدى عليا خويا ما كيتابعني بالسيوف وبالجناوه وعندي فيديوهات هز عليا السيف وعندي فيديوهات هز عليا جنويه وعندي فيديو تعرى عليا وجا البارح خد لي فلوس من القاعه اللي كنت ندرب خليه خدام حيد لي 200 درهم تدخلوا الناس بصورت على الفلوس هذا رجعها وبالليل يما قلت لك يمشي قدم راسو دابا راه عبرت مشدود واش على قبلي انايا ولا على قبل تخدير ولا على قبل شي حاجه باش لا كان على قبل داكشي ديالي انا مشي معايا ال 20 عطاني ورقه الارسال باش غدا نمشي للمحكمه بخير اذا مشاهدينا حتى لهنا غنوصلوا على نهايه البث المباشر نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله تبقاو على